إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد، الصدقة إنها ميثاق الشرف الذي يثبت أن المؤمن مؤمن. إن المنافق لا يتصدق لأنه لا يرجو الثواب من الله ولا يخاف العقاب، لكن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم تدفع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء.